والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. علامة إيمان المؤمن أن يرد الأمور إلى الله ورسوله، فإذا امتنع عن رد الأمور والاحتكام إلى الله ورسوله فهذا ليس بمؤمن، وهذا ما تبينه آيات كثيرة. وهذه الآية التي بين أيدينا يقول الله تبارك وتعالى فيها: يا أيها الذين آمنوا، يخاطب المؤمنين بصفة الإيمان. إذا كنتم مؤمنين حقا فستفعلون هذا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله فيما أنزل في كتابه طاعة تامة، لأنه المعبود المطاع. والرسول، الرسول ليس معبودا، إنما يجب طاعته لأنه مبلغ أمر الله وحكمه، هو الذي بلغنا القرآن الكريم، وهو الذي بلغنا تفسير هذا القرآن عن طريق السنة بسنته القولية والعملية. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، كرر فعل أطيعوا. بعد ذلك قال: وأولي الأمر منكم، لم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم. ما معنى هذا في لغة العرب والقرآن أنزله الله قرآن كتابا بلسان عربي مبين؟ معنى ذلك أن طاعة أولي الأمر يطاعون عندما يكونون منفذين لحكم الله وحكم رسوله. أما إذا أمروا بغير طاعة الله، أنا كنت جندي في دولة من الدول فأمروني أن أقتل المسلمين، هذا لا يجوز، لا أطيع هذا الآمر، لأنه عندما يستبيح دم المسلمين فهو كافر، فكيف أطيعه أنا؟ أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم. مما يؤسف له أنني سمعت أحد الأشخاص بتسجيل له يقول: الحاكم ولو كان كافرا يطاع، هكذا العلماء وهكذا دليلهم. هذا إما جاهل وإما كذاب، لا يمكن أن يطاع الكافر أبدا. المؤمن لا يطاع في معصية الله فضلا عن طاعة الكافر، فالله سبحانه وتعالى نهانا أن نولي علينا الكفار وأن نجعلهم مطاعين أو محترمين، لا، إنما نريد أن نقيم في مجتمعنا أمر الله وحكمه، أن يكون موظف، أن يكون له حقوق وواجبات، ولا يكون كذا غير المسلم، ما في بأس في المجتمع الإسلامي. وأما أن يكون هو الذي يأمرنا بما يخالف أمر الله، وهو الذي يحكمنا بما يجهله وبما يكفر به ولا يؤمن به، فهذا ليس منطقيا في شريعة الله. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، يعني الحكام. من مين؟ أي حكام؟ منكم، يعني من المؤمنين الذين يؤمنون في دينكم. فإن تنازعتم في شيء قد يكون هناك خلاف، وكثيرا ما تحصل مشكلات في المجتمع يبحث الناس عن حل لها فيرجعون إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله. فإن تنازعتم في أمر فردوه إلى ما تردوه، إلى المبادئ الأجنبية، إلى المبادئ اليهودية، إلى الأفكار الشرقية، إلى الأفكار الغربية. هذا ما يفعله أعداء الإسلام والكفار، لأنهم يريدون أن يحتكموا إلى شياطين الإنس والجن. أما المؤمن يقول له ربه: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. التمسوا حكم ما تنازعتم فيه في كتاب الله وسنة رسوله. طيب، قد تكون هذه الحادثة التي حدثت لا وجود لها نصا في كتاب الله وسنة رسوله. هنا القرآن يقول ردوه. ما معنى ردوه؟ يعني تأخذون حكمه من كتاب الله وسنة رسوله بالقياس. مثلا القرآن نهى عن الخمر وبين أنه رجس وإلى آخره وأمر باجتنابه. وجدت في العصور المتأخرة مشروبات لا تسمى خمرا وإنما تسكر، فقاس العلماء هذه المشروبات مثل الويسكي وغيره على الخمر.
الخمر حرمه الله لأنه مسكر، وهذه المشروبات مسكرة، إذن ينتقل حكم الخمر إليها فهي حرام. وهذا ما علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال كل مسكر خمر، فدل على أن الإسكار هي العلة. وهنا وجد لنا من الكتاب والسنة تشريعات متكاملة لا تحتاج أبدا إلى أن نأخذ من تشريع غيرنا من تشريعات شياطين الإنس والجن. فالمؤمن إذن إذا حصل له أمر لا يعود إلى عقله ورأيه الشخصي، وهذا ما يسبب الفرقة في المجتمع وانقسام المجتمع. فنجد بعض المجتمعات هم لا يريدون الحكم كذا، لماذا؟ هذا اللي يسوي إسلام بده أسلم المجتمع، أخي المجتمع أكثر مسلم، ما العيب في أن يخضع لدين الله؟ مجتمع يريد أن يطيع خالقه، أن يستسلم لأمر الله، لا يستسلم لكم أيها الفاسدون في الأرض، هذا لا يوافقهم. ولذلك يدعون أنت تؤسلم الدولة، أنت تؤسلم كذا، لك أخي الدولة دولة مسلمة تحكم شعب مسلم، ما الأمر في ذلك؟ ما الغريب؟ اختارها الشعب، انتخبها. فهذا هو الخروج عن الإسلام بعينه، ويزعمون أنهم مسلمون وأن الناس يستغلون الدين ليحكموهم. طيب ارجعوا إلى دينهم، ما حدا بيستغلهم. فهذا والعياذ بالله تعالى منطق أعوج في المجتمع الإسلامي وضحه الإسلام، فقال إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، إذا صحيح مؤمنين بالله فالحكم لله، إذا مؤمنين باليوم الآخر ستحاسبون على امتثال أمر الله أو الخروج عنه إلى غير حكم الله وغير أمره، ذلك خير لكم إن فعلتم هذا ورجعتم إلى كتاب الله وسنة رسوله، وأحسن تأويلا، أحسن ما يؤول إليه مجتمعكم في المستقبل. والذين يتولون رد الأمر المختلف فيه إلى حكم الله وحكم رسوله من هم؟ هم أهل الاختصاص والعلم في شرع الله، هم الذين يفقهون الحادثة الجديدة التي حدثت ويفهمون معاني القرآن والسنة على وجهها الصحيح، فيردون الأمر إلى الله والرسول. أما الجهلة وأصحاب الشهوات وأصحاب الأهواء، هؤلاء ولو زعموا أنهم يريدون أن يرجعوا إلى كتاب الله وسنة رسوله، نراهم والعياذ بالله تعالى يميلون عنه كما تحدثنا في وقت سابق، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فالقرآن شريعة كاملة، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، والحمد لله رب العالمين.